والآن جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميل خالد أبو شقرة. مساء الخير خالد، مساء الخير جورج، تفضل. كلنا سمعنا الأخبار الاقتصادية شكرا. اليوم، تفضل. قدر بونك هابو أليم الإسرائيلي أن تكون الكلفة المباشرة للحرب قد وصلت في الأيام الخمسة الأولى إلى 6.8 مليار دولار، أما فيما يتعلق بالخسائر غير المباشرة فهي تتجاوز هذا الرقم وتقدر بثلاثة أضعاف خسائر عدوان تموز 2006 على لبنان، وتنقسم بشكل رئيسي إلى ثلاثة أقسام: تعطل الإنتاج الزراعي والصناعي وتحديدا في مناطق غلاف غزة، هروب الرساميل التي تضاف على خروج نحو 4 مليارات دولار لغاية أيار من العام الحالي نتيجة الخضة القضائية بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تراجع عائدات السياحة التي تمثل 3% من حجم الاقتصاد أو ما يعني 15 مليار دولار، الجزء الأكبر من العائدات السياحية يتأتى في الصيف وفي فترة نهاية العام، حيث ستخسر إسرائيل المليارات نتيجة إقفال مطار تل أبيب وتعليق رحلات الطيران وعدم قدوم السياح. من الناحية المالية، من المتوقع أن يتراجع الفائض المحقق في الحساب الجاري الإسرائيلي والذي يعتمد بشق أساسي على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، وإذا ما أضيف العجز المتوقع على الأكلاف الحربية المباشرة سيزيد الضغط على الموازنة ويدفع بها من الربح المتوقع إلى العجز المحقق. هذه الحرب هي بلا شك أكثر الحروب تكلفة على إسرائيل منذ حرب أكتوبر 73 حتى اليوم، طبعا لأنه في استدعاء احتياطي بشكل كتير كبير، في أضرار للبنى التحتية، في عدد كبير من القتلى، بده يكون في تعويضات لأهلهم، ففي أثار ممتدة بعد الحرب. الميزانية الإسرائيلية أصلا كانت متجهة لعجز ب 1.3% بسبب الإنفاق الكبير من الأحزاب الدينية بالائتلاف الحكومي. لا شك أنه عجز الميزانية راح يرتفع بشكل كبير جدا. بالتوازي، أصدرت إسرائيل سندات الشتات بقيمة 5.4 مليار دولار، وهي آلية استدانة حكومية لتمويل حرب غزة. أغلقت مجموعة شركات إنديتكس الإسبانية العالمية 84 متجرا تابعا لها في إسرائيل مؤقتا، وتملك الشركة علامات تجارية بارزة. أتت الحرب لتعمق خسائر قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو القطاع الذي كان قد شهد تراجعا بالاستثمارات بنسبة 70% بحسب النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، وتتمثل الخطورة بكون هذا القطاع يمثل 56% من مجمل الصادرات الإسرائيلية. تراجعت بورصة الهاي تك سيكتور بنسبة 6% نتيجة الحرب، وبعد الأزمة الاقتصادية العامة وخاصة انهيار بنك سيليكون فالي، تراجعت بالتسعة أشهر للعام الفائت مقارنة بهذا العام تقريبا من 15 مليار دولار إلى 6 مليار دولار. ونحن بنعرف أنه الشركات اللي عندها فروع في الكيان الإسرائيلي أيضا ستتأثر وتقلص من حجم الاقتصاد اللي بيشكل 16% من تشغيل العمالة الإسرائيلية. ومع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا، عودة إليك جورج. شكرا خالد.